المشاهدين وصلنا إلى ملعب كرة اليد. زي ما تشوفوا خلفي أبطال الجمهورية لكرة اليد. كرة اليد رياضة معروفة عالمية، وكمان في عندنا منتخب وفي عندنا رياضيين يمتازوا في هذه الرياضة. إيش تحداهم؟ إيش أجرب؟ هل بيقدروا يفوزوا علي ويشلوا الفلوس علشان يدعموا نفوسهم، أو أنا بروح بالفلوس وبأرهقهم وبتعبهم كذا بس مجانا؟ كل هذا بنشوفه، بس الله يستر لا عاد يضربونا إني أشوف معهم مباراة واللعب حامي أبطال الجمهورية. تعال صلوا على النبي، هدوا هدوا هدوا، صلوا على النبي. انا جيت اتحداكم، انا قد دخلت انا اقول الله يستر لا عاد انضرب. شباب وصلنا خبر ما شاء الله ابطال الجمهوريه، وما شاء الله اشوف حركه كره اليد عندكم رهيبه. ما شاء الله منكم فريقين وكل فريق ينافس الثاني، بس اقول لكم حاجه، كلكم انا اتحداكم. كابتن الفريق الاول، كابتن الفريق الثاني، تفضلوا لو سمحتوا. ما شاء الله، جاهز يا كابتن؟ حبيبي انا فدالك. كابتن من؟ احمد عبد اللطيف. كابتن احمد وكابتن؟ عمر دبوان. وكابتن عمر، طيب، اجيت اتحداكم اليوم في برنامج التحدي والمواجهة. بدون سؤال، طبعا هو دائما معروف انه فقرة التحدي نسألهم في الشارع سؤال علشان ينضموا لنا في البرنامج. انتوا اتحداكم بدون سؤال، هل مستعدين وموافقين تخوضوا معي بقية فقرات المواجهة؟ إذا فزتوا فيها يمكن تجمعوا 500,000 ريال. وتدعمون نفوسكم كرياضيين، بس لو خسرتوا مباراتكم اللي تلعبوها بتروح جو، والتعب اللي بتتعبوه بيقرح جو، ويومكم كله اللي بتبذلوه معانا بيقرح جو. تحدي تحدي تتحدوا. كيف كابتن فريقك؟ شكلك ناوي تخسر فلوسك. أعزائي المشاهدين، مباشرة بنطلق مع الفريق الجبار اللي تشوفوه إلى مرحلة المواجهة، خلوكم معنا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى الجولة الأولى من مرحلة المواجهة، واللي بتكون زي ما تشوفوا كرة اليد. الكابتن عبد الله موجود جنبي بيكون حكم المباراة. شباب فريقين، كل فريق يتكون من 4 لاعبين. سنشاهد في هذه الجولة كلا الفريقين يتنافسوا في لعبتهم المحددة اللي هي كرة اليد، وهم أبطال جمهورية، لكن إحنا بنحط القواعد، واللي بيتنافس كل فريق ضد الآخر في كرة اليد لكن بيد واحدة. الاستلام والتسليم والشوت على المرمى بيد واحدة، خلونا نشوف هل بيستطيعوا ولا لا. أعزائي المشاهدين، كلا الفريقين جاهزين، الكابتن عبد الله في الحكم كمان جاهز، وأنا جاهز أشوف مباراة نار. طبعا الفاول إذا مسكوا باليدين، والفاول إذا لمست الكرة الرجل، وكمان باقي فاول إذا دخلوا القوس. كابتن عبد الله الصافرة عندك مع بداية المباراة. بدأوا المباراة بيد واحدة، أشوف في صعوبة لأنهم متعودين يمسكوا الكرة بيد. طبعا كل شوط بيكون عبارة عن 3 دقائق كل شوط، بينما الوقت الفعلي والحقيقي لكرة اليد صح فاول. يلا شباب، لحد الآن ما فيش ولا جول. مسك الكرة باليدين، مسك الكرة باليدين، ايوه مسك باليدين. طيب كل فريق معه 3 محاولات، اذا مسك باليدين جول جول. كل فريق 3 محاولات، اذا مسكها باليدين يعتبر الفريق خسران. الفريق الاصفر الى حد الان 1، الفريق الابيض 0. يلا شباب شدوا الهمة، 1-0. اوب 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 اوب، قايم. بس الفكرة رهيبة، الفكرة رهيبة. والوقت الآن يمشي، والنتيجة 1-0 للفريق الأصفر. كمان نفس الحركة خارج، نفس الحركة خارج، هرب. يا سلام الجول الثاني. إذا 2-0. شباب شدوا الهمة، مالكم. بس فكرة الكابتن رهيبة في التقفيز للأمانة، يعني القائم خذله. يلا نشوف نشوف نشوف، هترجعوا بالنتيجة. يلا يا
في صعوبة كبيرة على فكرة أعزائي المشاهدين إنك تلعب بيد واحدة في جول جول 2-1. يا سلام صعوبة كبيرة يعني، لأنه طبيعي جدا تسلمها بالثنتين اليد. شوف في تنظيم الهجمة الآن، تنظيم الهجمة، سلام الكابتن باص. هذا الهداف على فكرة، هو اللي هدف أول هدفين أعتقد، والهدف الثالث، الهدف الثالث. 3-1 إلى حد الآن، 3-1 3-1. فريق الأبيض راجع، الفريق الأبيض راجع بهمة. فاول، هجمة مرتدة سريعة سريعة سريعة، يا سلام الحارس صدها. رجعت نفس الهجمة، نفس الهجمة لنفس الفريق. باليدين، إذا لمسة باليدين على الفريق الأصفر، لمستين لحد الآن. يا سلام، على فكرة الفريق الأصفر معهم لمستين باليدين، أو لمسة 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 لمسة، معلش. الحكم يشوف الوقت، الفريق الأصفر يهاجم. أشوف استلمها بالصدر. الهداف الهداف الهداف، شوف 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 شوف، بس فظيع. خارج 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 خارج، بس للأمانة أحلى وأفضل فكرة أهداف، الأهداف اللي تكون تقفيزة من فوق الحارس. يا سلام على الحارس، يا سلام. إذا الكرة في الزاوية للفريق الأبيض. لعبة ممتعة، يا سلام على باص، يا سلام ضربة جزاء للفريق الأبيض. يلا الرقم 10، الرقم 10 نشوف. بوم! القائم من أول القائم يعاند رقم 10 في الفريق الأبيض. الفريق الأصفر لحد الآن متقدم. جول 4-2 للفريق الأصفر. أعزائي المشاهدين، قاربنا على نهاية الشوط الأول. يا سلام، بس الحارس بالفريق الأصفر صد عدة كرات، يعني أضاع عدة كرات على الفريق الأبيض. إذا نصف دقيقة على نهاية الشوط الأول، وهذه تقريبا آخر هجمة للفريق الأصفر. خرجت الكرة، خرجت الكرة، تعود الهجمة مرتدة. شوف 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 الهجمة، شوف شوف الرتم السريع. جول! إذا النتيجة في هذه اللحظات 4-4. تقريبا آخر هجمة للفريق الشوط الأول. كمان فاول، حكم يصفر، كابتن عبد الله. اذا اعزائي المشاهدين، اخر هجمه في الشوط الاول. الحائط، شوف شوف الحائط كيف يرفع يده في كره اليد. بوم! يا سلام يا حارس، يا سلام يا حارس، نهايه الشوط الاول. مشاهدين، الآن مع صفرة كابتن عبد الله بننطلق في الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى 4-4، كم بينتهي الشوط الثاني؟ هذا اللي بنشوفه مع الكابتن عبد الله. الآن الكرة مع الفريق الأبيض، طبعا انتهت النتيجة أول 4-4، وكان التقدم للفريق الأصفر. رقم 6، رقم 6، حارس، يا سلام حارس، يا سلام. الفريق الأبيض راجع بقوة على فكرة، الفريق الأبيض الآن في الهجوم، الفريق الأصفر في الدفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، يراوغ يراوغ. اوبا، الهجمه يا سلام، باغت الحارس، اخ الحارس مصحصح، حارس صاحي. هجمه مرتده سريعه الفريق الاصفر، سريعه الفريق الاصفر.
سلام يا سلام يا سلام يا سلام. في 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 معاناة. مسكت كرة باليدين. إذن ثاني محاولة للفريق الأصفر. انتبهوا، باقي لكم فرصة واحدة. يا سلام يا سلام، حلوة اللعبة بس خارج. إذن لمسة اليد للفريق الأصفر كانت لمستين، الفريق الأبيض لمسة أصفر. الهدف الخامس للكابتن. كرة هجمة مرتدة سريعة. 5-4 النتيجة إلى حد الآن. 5-4. نشوف 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 نشوف. رقم 10 رقم 10 هرب. جول. لا 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 لا، خارج. إذا الحكم يصفر. فاول. كابتن أحمد، كابتن أحمد ما شاء الله متحرك متحرك في الملعب. الآن نشوف إيش بيسوي الفريق الأبيض. شوف 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 شوف. كارت أصفر. معليش كابتن، كارت أصفر. ودائما معروف رقم 6 فنان في نص الملعب في المراوغة، في كرة القدم كمان، في كرة اليد نشوف هذا الشيء. رقم 10 دائما الهداف. شوف 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 شوف. أوه شيت. ضربة جزاء، ضربة جزاء للفريق الأبيض. من بيسدد الكرة؟ من بيسدد الكرة؟ تركيز من الحارس، تسديد من اللاعب. شيت. كرة خارج. ثاني ضربة جزاء تضيع على الفريق الأبيض. الوقت يمشي. هجمة سريعة على الفريق الأصفر، هجمة سريعة على الفريق الأصفر. ضايعة. ضربة جزاء للفريق الأصفر. إذا نشوف ضربة جزاء الكابتن وللحارس. حطها له جول. سبعة. سبعة. سبعة أهداف مقابل 5 أهداف. النتيجة إلى حد الآن بس الوقت مستمر. خلونا نشوف. تعالوا تعالوا تعالوا. الفريق الأبيض يحاول. جول. النتيجة متقاربة، 7 أهداف مقابل 6 أهداف. نص دقيقة على نهاية المباراة. 7 مقابل 6. هل بيعدلوا؟ هجمة مرتدة سريعة. هرب هرب. هجمة مرتدة وانفرادة انفرادة انفرادة. جول. اوه 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 اوه. ايش ضيع؟ مسك الكرة باليدين. رجعت الهجمة سريعة. هجمة سريعة، هجمة سريعة، هجمة مرتدة سريعة. على فكرة المباراة نار نار نار. شوف 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 الهجمة السريعة، انفرادة مع الحارس. أوه. إذن صافرة حكم عن نهاية المباراة. كانت المباراة نار في آخر المباراة بالذات. أعزائي المشاهدين، شفنا متعة وحماس كبير بالذات في آخر مباراة، صح كابتن عبد الله؟ صحيح، مباراة رائعة. يمكن أنت ما شفت اللي إحنا كنا نشوف برا. يقول لك المشاهدين استمتعوا أكثر. صحيح صحيح، مباراة رائعة. يعطيكم العافية شباب، ما قصرتوش. مباراة رائعة ونارية، وأثبتوا لكل الناس إن كرة اليد ما تقلش متعة وإثارة عن كرة القدم. يعني رياضة حلوة وممتعة ومميزة. النتيجة كانت عبارة عن كم؟ 8 الفريق الأصفر مقابل 6 الفريق الأبيض. يا سلام، الفريق الأبيض 6، ضيعت ضربتين جزاء بس كل الفريقين أعطيتونا شغل حلو. أنا قلت لكم بشتري منكم الأهداف، لذلك بشتريها 8 أهداف ب6 أهداف. أنا بشتري كل هدف يا كابتن عبد الله ب10,000 ريال. إذن الفريق الأصفر كم رصيده؟ 80,000. 80,000. الفريق الأبيض 60,000. 60,000 في الجولة الأولى بس، باقي أمامنا عدة جولات، وكل جولة أحلى من الجولة اللي قبلها، وكل جولة فيها متعة وندية وإثارة أقوى من الجولة اللي قبلها. مستعدين نروح للجولة اللي بعدها؟ مستعدين. مباشرة مع الفريقين أعزائي المشاهدين والكابتن عبد الله، بنروح إلى الجولة الثانية من مرحلات المواجهة.
في هذه الجولة سيتنافس كلا الفريقين في لعبة كرة الطائرة، لكن بالقدم، بيكون دمج بين لعبة كرة الطائرة وكرة القدم. في شرط الهدف اللي بيهدفه الفريق مثلا الأبيض وعادل الفريق الأصفر هنا يلغى الهدفين، يعني بيكون الفائز بهدف واحد لا غير. الهدف هذا بيكون مبلغه كبير، في فريق بيفوز بهدف وفريق ولا بيفوز بشيء، لذلك الهدف يلغيها الهدف الثاني. اوكي شباب، كابتن عبد الله، اعزائي المشاهدين، مع صافرة كابتن عبد الله بننطلق في الجولة الثانية من مرحلة المواجهة. يا سلام، في استلهام. الهدف الأول. إذن الآن لكم 2-0 الفريق الأبيض، 2-0، 3-0 النتيجة 3-0. هدف للفريق الأصفر، يعني ترجع النتيجة 2-0. أيوة، الهدف يلغي هدف، الهدف يلغي هدف، 2-0 النتيجة الآن، رجعت إلى 1-0 بعد ما كانت 3-0 للفريق الأبيض. طبعاً أعزائي المشاهدين، وضعنا القواعد الخاصة، الرياضة مستمرة بس بقواعدنا وشروطنا الخاصة. نواصل. 0-0، تعود النتيجة إلى 0-0. الحماس يتصاعد ويزيد، من بيكون صاحب الهدف الحاسم والفاصل؟ يا سلام على الاستلام، الكرة فين؟ خارج، كرة خارج. 1-0 للفريق الأصفر. انقلبت الطاولة، انقلبت الطاولة، 2-0. إذا النتيجة من 3-0 للفريق الأبيض الآن ترجع إلى 2-0 للفريق الأصفر، انقلبت الطاولة. بيكون شوطين، بيكون شوطين. 3-0. يلا العب. أربعة صفر والوقت يمشي، نص دقيقة على نهاية الشوط الأول، تقريبا آخر سلف في الشوط الأول. يا سلام على السلام، خارج، 2-0. إذن صافرة الحكم لنهاية الشوط الأول. إذن أعزائي المشاهدين، بينطلق الشوط الثاني مع الكابتن عبد الله الصافرة، نشوف إيش بيسووا. يا سلام، الفريق الأبيض يرجع. طبعاً أضفنا الشوط الثاني عشان نكون عادلين، الشمس كانت في وجه الفريق الأبيض، فأعطيناهم فرصة الآن عشان ترجع الشمس وجه الفريق الأصفر، يعني يكون في إنصاف في القصة. الآن النتيجة مستمرة. أوه، الفريق الأبيض يرجع، الفريق الأبيض يرجع، والنتيجة حاليا كابتن عبد الله 1-0 الفريق الأصفر. الفريق الأبيض يلعب السلف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أوه، 0-0، النتيجة رجعت إلى 0-0. الفريق الأبيض يرجع 1-0. الغلبة رجعت الفريق الأبيض. الفريق الأصفر يتراجع 2-0. ثلاثة صفر الفريق الأبيض. السلف. ثلاثة صفر. أوه، 2-0، الفريق الأصفر يرجع، الفريق الأصفر يرجع.
فريق الأصفر يرجع. بوو يا سلام، كم؟ 1-0 الفريق الأصفر يرجع. عادت النتيجة إلى 0-0. إذن أعزائي المشاهدين، الآن الهدف الحسم وهدف الفوز فريق الأصفر. الفريق الأصفر قلب الطاولة، قلب الطاولة الفريق الأصفر زي ما شفتوا أعزائي المشاهدين. كانت مباراة نار، مباراة حماس للأمانة، صعب أوصفها. الغلبة في البداية الفريق الأبيض، بعدين رجع الفريق الأصفر ورجع الفريق الأبيض، قلب الطاولة، وفي الأخير فاز الفريق الأصفر بهدف الفوز. أعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا المباراة الممتعة والحماسية، نار كانت يا حبيبي نار. لذلك الهدف الذهبي فزتوا به، صح؟ كابتن عبد الله فاز بالفريق الأصفر. الفريق الأصفر 1-0 بالهدف الذهبي. يا سلام، حكم المباراة كابتن عبد الله يقول الفريق الأصفر فاز بالهدف الذهبي. فريق الأبيض ما قصرتوا، يعطيكم العافية، لعبتوا، أعطيتونا حماس وتقدمتوا، وبعدين رجعتوا تراجعتوا للأسف. لذلك الهدف الذهبي بذلتوا فيه مجهود. أكيد بذلنا فيه مجهود كبير. وتعبكم يعني. متعب إحنا كثير الهدف. لأنه كان في هدفين منهم، نرجع بهدفين ونرجع 3 نتقدم، ويرجعوا للصفر وتقدموا علينا بهدفين، وفي الأخير حسمناه بهدف ذهبي. الهدف الذهبي هذا أنا بشتريه منكم بمبلغ 50,000 ريال. بشتري الهدف الذهبي بمبلغ 50,000 ريال، هذه تضاف فوق الكم؟ 80 80 اللي معاكم، وباقي قدامكم مراحل تقدروا تاخذوا أكبر قدر ممكن من النص المليون. فريق الأبيض كم في رصيدكم؟ 60,000. والآن ما فيش معاكم ولا شيء، صح؟ بس أشوفك زعلان. الفريق الأبيض بذل مجهود كبير، ولأنه بذل مجهود كبير بياخذ مننا 20,000 ريال نتيجة للمجهود، والرقم 10. إذن أعزائي المشاهدين، شفنا الحماس اللي حصل في الجولة الأولى. مدام في حماس وإثارة لازم يكون في ربح وخسارة. بننتقل مباشرة إلى الجولة اللي بعدها. كلنا زمان لعبنا الفتاتير أو الزراقيف، صح؟ إيش سموها؟ فتاتير عندنا يسمونها. زلاقيف عند اصحاب صنعاء. حلو. وفتاتير في عدة محافظات، في سبتة، ايش قلنا؟ مقازع، صح؟ المهم عدة مسميات، بس مثل ما لعبتوا فتاتير عادوا الان، صح؟ الاجواز هذه معلومه سهل، خساره بتعوضها حبيبي. اذا اعزائي المشاهدين، مثل ما لعبوا كره الطائره ورجعناها كره قدم، الفتاتير بتلعبوها بس بقوانيننا وقواعدنا الخاصه. خليكم معنا بتشوفوا الجوله الثالثه من مرحله المواجهه. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى الجولة الحاسمة. الجولة هذه اللي مع الفريقين الشباب كامل، والكابتن عبد الله كمان موجود. الجولة هذه يا شباب من أهم الجولات. أنتم عارفين على كم بنلعب؟ على 300,000 ريال في الجولة هذه بس. يعني يمكن في هذه الجولة كل متسابق فيكم يتقاسم مع بقية زملائه 300,000 ريال. طيب 300,000 ريال مبلغ مش قليل، يعني تقدروا تخدموا أنفسكم فيه كرياضيين كلا الفريقين. بتقولوا إيش بنسوي، صح ولا لا؟ أنا بقول لكم إيش، بس في معاكم شيء لازم تنتبهوا له. كلا الفريقين معاكم خيارين. الخيار الأول إنكم تواصلوا اللعبة وتلعبوا على 300,000 ريال. الخيار الثاني، الفريق اللي ما بيدخلش الكرة داخل الحفرة في الضربة الواحدة بتنقص من المبلغ اللي معه 5,000 ريال. يعني الجولة هذه عبارة عن جولة تنازلية. تعرفوا كرة القدم، صح؟ وتعرفوا كرة البولينج، وكمان تعرفوا الزراقيف أو الفتاري. هذه الجولة جمعنا فيها الثلاثة الأشياء مع بعض، يعني لكل شخص من كل فريق محاولة بلعبة البولينج إنه يدخل الكرة في الحفرة. إذا دخلت الكرة في الحفرة، على كل محاولة بيرتفع في رصيدكم مبلغ حلو، اللي هو بيكون بنتنافس على 300,000. بس لو لعبت اللعبة وخرجت الكرة خارج الحفرة، بتنقص من قيمة الفريق كامل 5,000 ريال. هذه المحاولة الأولى لكل شخص محاولة. المحاولة الثانية بتكون مش بولينج، بتكون بالرجل، كرة قدم.
بس تحاول تدخل الكرة داخل الحفرة مثل لعبة الزراقيف أو الفتاري لما تلعب بالفترية أو بالمقزع لا داخل الحفرة. نفس الشيء إذا دخلت الكرة بتحصل مبلغ يرتفع للفريق، إذا خرجت الكرة بينقص من قيمة الفريق 5000 ريال. شباب أنا قلت اللي عندي، الآن الخيار لكم، الفريق اللي حاب ينسحب ويحافظ على رصيده على ما هو يتكلم وبنقول له تفضل، الفريق اللي حاب إنه يستمر ويواصل بيستمر ويواصل. فريق الأصفر مستمرين مواصلين متأكدين؟ نعم. فريق الأصفر رصيدكم لحد الآن معنا كم؟ 130 ألف. وتشو تواصلوا صح؟ مستعدين يعني؟ مستعدين، بينقص من حقكم فلوس؟ بنواصل بنواصلين تواصلوا؟ نعم. فريق الأبيض رصيدكم كم؟ 80 ألف. 80 ألف الكل. شلوا لكم مني 20 ألف ريال، توفوا 100 ألف ريال وانسحبوا. واصلين واصلين. شفتك تحمست، 100 ألف ريال، 100 ألف ريال وانسحب. يمكن تخسر وتروح ب60 ألف، يمكن تروح ب40 ألف. 300 ألف نواصل ونص. أضيف 40 ألف ريال فوق 80، 40 ألف ريال، يعني بتروحوا ب120 ألف ريال. سكت مالك؟ كيف واصلين؟ مواصلين. برجع عندك. مواصلين. 50 ألف ريال تضاف فوق رصيدكم وتروحوا منسحبين. 50 ألف فوق 80 يعني 130 ألف. ندي لك تعليق وتدي 150. لا تعليق ب20 ألف. تعليق ب20 ألف. أنا بقول لك التعليق الكلمتين هذه اللي بيجيبها لمدة يمكن 5 أو 7 ثواني أنا بشتريه ب10 ألف. 140 ألف ريال ولا بزيد فوقها ريال. إذا حبيتوا تواصلوا واصلنا المواجهة ويمكن تنافسوا على 300 ألف ريال جنب المبلغكم. سمع 5 ثواني. 5 ثواني اشتريها ب10 ألف ولا بتواصلوا؟ نسحب 5 ثواني تعليق. 5 ثواني تعليق بتروحوا ب140 ألف. 60 ألف ريال حلوة شليتوها كذا في ضحكة. خلاص شلينا في ضحكة. إذا نسمع التعليق، إذا عجبني التعليق بزيد ال10، ما عجبنيش ما بعطيكش. مشاهدينا الكرام، إذا ما كنتم تابت أوقاتكم هذه اللحظة بين الفريقين، بين الكابتن عمر والكابتن أحمد الزنقي، لقاء مثير بعد الانسحاب الأبيض بمبلغ قدره 140 مع التعليق 5 ثواني. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الله على الانسحاب، الله على اللقاء. هل ستواصل الأصفر أم ستنسحب سلالك الأبيض؟ الله، اللقاء أمامك، الجمهور منتظر اللحظة، هذا هو ما لدينا. يا حسن يا حسن. الله حبيبي. إذا نختم عشان ما نتعبكش، نختم بعصام. شوف عصام محبوب الملايين. أنا عصام الشحق. أصدقائي المشاهدين، أصدقائي متابعي القمة، في اللقاء هذا المثير، في الشمس الحارق، في اللقاء لحظات وثواني ينطلق الأصفر في سباق كبير، في عمق السباق، هل يفوز أم ينسحب في هذه اللحظة؟ هاي الأمام والفرصة. شكرا أستاذي للمخرج حسن، وهذا ما أنا المذيع. تعال المذيع. تعال الشغل له حاجة، أنت رهيب ومبدع، أنا رياضي تمام، وفي جمهور كثير رياضي وكثير يسمعوه حفيظ الدراجي، هذا شيء اختياري. إذا تشي تسمعنا حفيظ سمعنا عشان يكون الانسحاب حلو. بابا الهيلة منه، هيلة من أحمد الزنقي بالانسحاب الأخير. يا لهم انسحاب ولا لا؟ بابا بابا 140 أعزائي المشاهدين، الفريق الأبيض انسحب ب150 ألف ريال. يستاهلوا 150 ألف ريال على التعليق الرهيب. منافسة حلوة، منافسة جميلة، يعطيكم العافية يا شباب. 150 ألف ريال أخذوها من الشنطة. تعال. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى لحظة الحسم، اللحظة المنتظرة والجولة المنتظرة، الجولة التنازلية. كل شخص الآن وكل متسابق واقف قدام الحفرة. شباب امسك الكرة. بنبدأ بداية كرة القدم إلى داخل الحفرة. شباب كل كرة تخرج خارج الحفرة بتخسروا 5000 ريال من رصيدكم، وكل كرة تدخل داخل الحفرة بينضاف إلى رصيدكم 15 ألف ريال. معاكم 4 محاولات كرة قدم وأربع محاولات لعبة البولينج. مع صافرة الحكم بننطلق مباشرة في الجولة التنازلية والأخيرة والختامية. المحاولة الأولى
أمس 1000 ريال سقطت، أنا قلت لكم أول انسحبوا ما سمعتوناش. إذا نشوف المحاولة الثانية. أوه 5000 ريال أخرى. تركيز تركيز تركيز. فين 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 جول. إذن الكابتن عوض الخسارة وضاف لكم 5000. 15 بس خسرتوا 10، ضاف لكم 5 فوقها. يلا نشوف تركيز. 15000 ريال حلوين. إذن كملنا كرة القدم. الآن بنبدأ مع الصافرة باليد بولينج، ها؟ لكن البولينج مختلفة. الحفرة الداخل 20000 ريال تنضاف لكم، خارج 5000 ريال. شوفوا كيف، لأنكم دخلتوا بتحدي وما انسحبتوش. نشوف إيش اللي بيحصل. 20000 ريال، 20000 ريال تنضاف. فادي 5000 ريال سقطت. 5000 ريال. تركيز داخل ولا خارج؟ بين 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 بين. جول 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 جول. 20000 ريال. الآن أنت آخر أمل في فريقك، يا تنضاف 20 فوق اللي معاكم يا تسقط. 5000. نشوف تحارس، صح؟ حارس. كفك 20000 ريال. أعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا كانت من أحلى الحلقات ومن أحلى الجولات اللي تم المنافسة والتحدي والمواجهة والألعاب الشعبية، حصل ميكس في الألعاب. لذلك نستلم الجائزة في هذه اللحظات. الفريق الأصفر حصد معانا اليوم 205000 ريال، مبروك الفريق الأصفر. الفريق الأبيض كمان ما قصرتوا شباب، 150000 ريال. برضو يستاهلوا تحية الفريق الأبيض. إذن الشكر موصول للراعي الرسمي شركة أسمنت الوحدة على هذه الجوائز. شباب يعطيكم العافية، ما قصرتوش، من أمتع الحلقات. لكن لحد اليوم أنا منتظر الفريق أو المتسابق أو المنافس اللي بيأخذ الشنطة كاملة نصف مليون ريال. هل بنحصل ولا لا؟ بنشوف هذا الشيء في الحلقات الجاية. في أمان الله. على الفكرة واشحت لها الهمة واسم لها